بلدية بنيوني في الحدودية بمقاوماتها ومكانتها الاستراتيجية والمحورية بولاية بشار، مشاريع كثيرة سجلت بمختلف القطاعات بالمنطقة. الحمد لله بالنسبة للمياه راه تقريبا اش 24، خاصة من انجز الخزان المائي الدوفواميل. وسط المدينة هذه تسمى قلنا لك استنفعنا بها باللي درنا نفوتوا بعد التران الريسك ما كانش. البلاصة هذه استنفعنا بها انها تخرج بها العائلات في الصيف. استفدت من عدة مشاريع اهمها انجاز مستشفى 60 سرير، وفيها عدة مشاريع اللي راهي قيد الانجاز تتمثل في قطاع التعليم، وكذلك تعبيد الطرق الحضرية بوسط مدينة بني ونيف، الى جانب تهيئة المدارس الابتدائية باكملها. بني ونيف دائرة بست قرى نائية، بوادر التنمية اصبحت بارزة بها، وقرية القطراني واحدة من مناطقها النائية وأبعد نقطة حدودية تم فك العزلة عنها بربطها بطريق معبد، ومشاريع أخرى تلبي حاجيات ساكنيها. ما كانت والو، كنا رايحين نرحلوا منها كاع، كنا باقيين نهجروا منها ما نقعدوش فيها. حتى جانا الضوء، كي جا الضوء خيرنا لاباس. تم إيصال الكهرباء إليها على مسافة 12 كيلومتر بمبلغ يساوي 73 مليون دينار جزائري. برامج أنجزت وأخرى قيد الإنجاز ترمي في مجملها إلى رسم ملامح التطور والتقدم في المناطق المحلية وتحقيق التوازن بين البلديات والولايات. هذا ما تسعى إليه الدولة لبناء جزائر جديدة.